ربنا يوفق النادي الاهلي في ماتش يوم الجمعه ان شاء الله مع الهلال السوداني ويرجع لنا الفوز باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله. يعني توجه طبعا للاعيبه النادي الاهلي، لاعيبه ابطال ولاعيبه رجاله، وربنا يوفقهم ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله يرجعوا بنتيجه ايجابيه ويرفعوا راسنا ان شاء الله باذن الله في السودان. النادي الاهلي فريق كبير، فريق اللعيبه رجاله ان شاء الله، وقادرين ان هم ان شاء الله يحققوا في السودان ان شاء الله الماتش، وربنا يوفقه ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. كل الدعم لفريقنا، فريق النادي الاهلي في بدايه البطوله ان شاء الله في السودان، ربنا يكرمنا ان شاء الله وننتصر. اتوقع ان نتيجه المباراه هتبقى 2-1 للنادي الاهلي، وان شاء الله نكسب. ماتش مش صعب ان شاء الله، جونين يعني اعتقد 2-1، واعتقد ان المكسب سهل علينا ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي 2-0 ان شاء الله بامر الله، يعني هيرجع منصور ان شاء الله ب 2-0 ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 بامر الله. ان شاء الله احنا نكسب 3-1، واحنا اللي هنبدا بالاجوان، احنا هنفتتح كمان. ان شاء الله نكسب 2-0 ان شاء الله. الاهلي هيقدم مباراه كبيره وهيفوز ان شاء الله 3-0، والنتيجه المتوقعه باذن الله يا 3-1 يا 2-0 باذن الله. دي النتيجه اللي انا متوقعها باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب. اتوقع النتيجه يعني هتكون مثلا في حدود 2-0 للاهلي. طبعا احنا متعودين على الاهلي ان هو بيكسب اي حد الحمد لله، فان شاء الله ان النتيجه تبقى 3-0.